نستعرض معكم مشاهدينا صورة يتم تداولها لإبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان في حزب الله، والذي تم استهدافه في هذه الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. إذن هذه الصورة يتم تداولها لإبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان في حزب الله، وهو قائد عسكري كبير تم استهدافه وفق كل المعطيات حتى اللحظة في هذه الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. طبعا نشير بالذكر إلى أن إبراهيم عقيل كان قد وضع على قائمة الإرهاب في واشنطن، وكان هناك مكافأة بقيمة 7 مليون دولار لمن طبعا يتم التوصل، لمن يعطي معلومات توصل إلى هذه الشخصية وفق طبعا الإعلان آنذاك. وكان أيضا من الشخصيات المطلوبة أيضا لواشنطن، وأيضا يعتبر من الشخصية الثانية في حزب الله بعد فؤاد شكر، وهو المسؤول عن قوة الرضوان في حزب الله. ويتم الحديث حتى اللحظة عن استهداف هذا الشخص. فقط اسمحوا لي أيضا مشاهدينا أن نشير إلى آخر التحديثات التي تأتي من وزارة الصحة اللبنانية، التي تؤكد مقتل 3 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 17 شخص حتى اللحظة في هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. إذن مشاهدينا، هذه التغطية تستكملها معكم زميلتي آسيا هشام، ابقوا معنا في المتابعة. هاي هلا، انتبهوا.